في نصف النهائي الترجي ما زالت تنقص نقطة كما أكد نبيل معلول بعد المباراة لزميلي حيدر. ماتيماتيكمون ما زال حسنا بنقطة واحدة 90% كما يقولش 95% معناه تأهلنا للدور نصف النهائي. عنا مباراة ضد نعتبرها كتوز ضد نجم رياضي الساحلي. عنا مباراة أخرى أيضا في تونس ضد سانشاين النيجيري. يقول لي أنه الترجي قادر باش يجيب نقطة، لكن احنا باش نلعبوا باش نحاولوا نفوزوا، نحاولوا باش نفوزوا معنا في مباراتنا الكل ونجيبوا لو ماكسيموم دو بوان ونتأهلوا في المركز الأول، نحاولوا دو جوي الجو واللي يتبسط معناها صح عليه.